بحضور عدد من الوزراء وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين في مملكة البحرين، نشاهد مسرح الدانة ليلة الفن البحريني بمناسبة احتفالات المملكة بالأعياد الوطنية وذكرى تولي حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه لمقاليد الحكم وما يصاحبها من مناسبات وطنية. الحفل أحياه الفنان البحريني القدير أحمد الجميري بجانب نخبة من الفنانين البحرينيين وسط حضور جماهيري غفير، حيث شهد الحفل مجموعة من الأغاني البحرينية الخالدة. ويأتي الحفل ضمن جهود مملكة البحرين المتواصلة لدعم الفن البحريني الأصيل.